السلام عليكم خوتي. يا درا يا درا القنطيره بالزلي حاجه واحد اخرى. يا الله يبارك ما شاء الله خوتي. مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد. اليوم غير حاجه خفيفه مع رضا كلو حوس. رانا عند القنطيره كما يعيطوا لها اولاد وهران خوتي. راه التهيئه ما شاء الله راهم يافونسو بشويه بشويه. صافي غرون بليزير غادي تبدل كاع المنظر تاع هاد البلاصه والمنظر تاع واجهه وهران. هادو صوالح ولا حاجه من الحاجات اللي راهم يدوموندوهم ولاد مدينه وهران اللي هي اعاده الروح اعاده مدينه وهران، اعاده السياحه، اعاده الواجهه خوتي، وبيان سور صوالح واحد اخرين. المهم الحمد لله خوتي راه تقدم بشويه بشويه كما راكم تشوفوا لي طرافو ما شاء الله. راه واقع 6 تاع العشيه ومازالوا خدامين. كما راني ندير لكم فيديو من الفوقه وتزيدوا تشوفوا لقطات تاعها حاجه مليحه ان شاء الله تكمل قريبا باش يستفادوا منها السكان ومام الزائرين تاع مدينه وهران وكاع الجزائريين. مرحبا بكم خوتي، نلتقوا في فيديو جديد ان شاء الله.